التحقيقات الأولية التي انتهت الأجهزة الأمنية منها صباح هذا اليوم كشفت عن اعترافات منفذ العملية بصورة كاملة، والتي أكدت أن الإرهابي حقيقة يعني الذي يسكن جلف الصخر قام بوضع عبوة ناسفة داخل عجلة نقل الركاب من نوع جنبي، والتي استقلها من قضاء المسيب صوب كربلاء المقدسة، لكنه ترجل من العجلة قبل السيطرة بمسافة نحو 500 متر وبعد تحرك العجلة مباشرة تم تفجير العبوة بداخلها. طبعا الإرهابي حاول الهروب، الأمر الذي أثار انتباه عدد من رجال الأمن الوطني الأبطال الذين قاموا بمطاردته ومن ثم القبض عليه وتم تسليمه إلى السلطات. بالتأكيد العملية الإرهابية كان مخطط لها أن تنفذ هذه العملية في سيطرة 54 لوقوع أكبر عدد من الضحايا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون في هذا المكان. الجهد الاستخباري حقيقة يعمل بصورة متناسقة وبشكل مكثف، ولكن هكذا حالات لم يتم السيطرة عليها لأن يكون يعني تحدث في أثناء سير العجلات بين منطقة وأخرى، فبالتالي منطقة جلف مصرفية من المناطق التي يعني تم التأشير عليها بهذه الأعمال وبكثير من الأعمال التي كانت يعني سابقا معروفة.